عندما نشوف اليوم ما الذي يجري عن ما نسميه المؤسسة الصغيرة وما هي التحويلات التي هي تجرى اليوم في الواقع. احنا شفنا خرجات البارح رئاسة الجمهورية على ملف ما نسميه المؤسسة المصغرة، ولازم نفهم ما معناتها المؤسسة المصغرة ونفهم ما معناتها المؤسسة الناشئة. هناك فرق اليوم في التمويل، يعني فرق في التمويل. أنا بعلاقتي كثير مع الشباب المقاولين الذي نسميهم بالمتعطرين، هذا الشباب اليوم لابد أن نعطيه فرصة باش يندمج في إقلاع الاقتصاد الوطني بصفة حقيقية. صحيح إن هذا الشباب متعطر، ولكن هي قوة اقتصادية للبلاد، وهذه القوة الاقتصادية للبلاد لابد أن ندرسها بمقاربة اليوم اقتصادية ولكن اجتماعية أيضا، لأن هذا الشباب عن طريق المؤسسات هما نشئ عن مقاربة اجتماعية. آنذاك احنا ما ندخلش ونتكلم في الماضي ونقول بأنهم ضحايا تسيير آنذاك، يعني كان فيها شراء السلم الذاتي وأشياء هذه. الشيء المطلوب اليوم لابد أن هذا الملف، وهو ثقيل جدا ويؤسفنا أن هذا الملف نعطيه لوزير لليوم هو وزير المؤسسات الناشئة، لأنه هو هذا الملف بحد ذاته ثقيل. احنا رانا نشوف الوزير هذا هو راه يدير إقلاع اقتصادي عن طريق نبط جديد لهما المقاولين الشباب عن طريق الجامعات والمدارس، كذا نشوفوا المؤسسات الناشئه، يعني اون بار دي ستارت اب، يعني ستارتينغ هذا الشباب اللي راهو اليوم يبدا ويدير قلعه. هذا الملف هذا لازم اليوم تاخذ فيه قرارات، والقرار يعني اللي نشوفوه هنا احسن، وهذا بدراسات، لابد ان تمسح الديون لهذا الشباب، يعني لأن الدين يخلق الدين، هذا بصفة أخرى، ولابد أن لا نرى مسح الديون بصفة ثقيلة على الاقتصاد الوطني، لأن هذا الشباب عنده خبرة كبيرة، عنده الخبرة، كمل سنوات هو عمل في هذا الميدان، يعني اليوم نطلبوا له في مناخ أعمال هذا إعادة جدولة ديونه بعثات قديم، وبنقولوا ما من التفكير تاعو اليوم راهو مسكين داخل كيما نقولوا احنا في حيط. لابد ان ندمج هذا الشباب المقاول اللي عن طريق الوكالات الثلاثه هذوما اللي راهم لونسيش كناك لونجان، هذوما نتكلم على الشباب الذي له ديون، الشباب اللي راهو يخدم الله يسهل عليه ويهنيه ربي يزيد له، نهضروا على الشباب اللي عندهم ديون ثقيله، ويستحيل إقلاع هذه المؤسسات بنفس الديون هذه ونقارن بالعتاد اللي عندهم. أما الشباب اللي باع العتاد لسنا مسؤولين على هذا الشيء، هذا قرار رئيس الجمهورية، وفي أقرب الأجال يكون يعني قرار سلمي، وعندنا حلول إيجابية كيف يساهمون هذا الشباب في أن يكون يلعب دور، يكون عندهم دور في إقلاع هذا الاقتصاد الوطني، وهذا كثير من الشباب يطالبون هذا، وإن شاء الله يكون الرسالة هذه موصولة.